اهلا وسهلا، كنتمنى تكونوا مزيانين بخير وعلى خير، وانتم كتفرجوا في الفيديو هذا، فيديو جديد اللي غادي نجي نتقاسم معكم هاد البطيبيطات صغيورين اللي كيجيو عامرين بالبطاطا مسلوقه. كيجيو زوينين صراحه وكيجيو خفاف. كنتمنى تبقى معايا حتى الاخر ديال الفيديو باش تشوفوا هذا. انتم ديجا كتشوفوا في النتيجه النهائيه، نتقاسموا المراحل والمقادير. خليكم معايا. انا عندي عجينه ديال البطبوط اللي كنت عجنتها من قبل، كنديرها في الكيس بلاستيكي وكنحطها تخمر. ونخليكم الرابط ديال عجينه البطبوط المعتمده عندي في صندوق الوصف. ودرت واحد 4 ديال البطاطات كبار يتسلقوا في الماء، نخليهم بالقشره ديالهم احسن باش ما باش يجيونا ناشفين ملي تنمعسوهم. وجوج ديال البصلات كبار كذلك اللي غادي نشحرهم. الكميه تقدروا ديروا الكميه اللي بغيتوا، تقدروا تنقصوا تقدروا تزيدوا. هنا عندي جوج فلفلات حلوين خضراء وصفراء، تقدروا تستعملوا غير الخضر اللي عندكم، المهم نتوما احرار ماشي ضروري الفلفله ملونه. صافي كنشحر هاد الثلاثه، هما هاد الجوج بصله والفلفله هي اللي كتشحر بجوجهم. صافي وكناخذ هذيك البطاطا من بعد ما كطيب كنمعسها بالفرشيط. شفتوا ملي كتسلقوا البطاطا بالقشره ديالها كتخرج ناشفه، ملي كتقطعوها من بعد وكديروها في الماء كتجي ميها، ما كيجي فيها حتى شي مذاق. دوك هكذا انا غادي قسمت الكميه على جوج. كما قلت لكم انا غادي ندير، ما غاديش ندير الكميه كلها حيت بغيت ندير معقوده، غادي نشاركها معكم ان شاء الله في الفيديو القادم. هنايا درت هذاك النص ديال البطاطا ديالي، قياس جوج بطاطات، زدت لهم هذيك الفلفله مشحره، خلطتهم مزيان. غادي نزيد البصله نص الكميه، وغادي نزيد فرماج مثلثات. نتوما احرار ديروا فرماج هذا كيري ولا لافاش كيري ولا اي نوع ديال الفرماج اللي عندكم في الدار. شويه كيكه ديال الزبده، الملحه والبزار، المعدنوس يكون بكميه مهمه. نخلطوا هذا الشيء كله ونتلاقاو. من بعد ما خلطت الخليط ديالي كله واجد، دابا عندي هنا شويه ديال الموتزاريلا، تبقى على الرغبه ديالكم. تقدروا ديروا فرماج ايمونتال. هذه ديالي انا قرصتها، درتها كورات. ها انتم غادي نخلي لكم الفيديو فاش قرصتها، درت لها هكا قجيتها. غادي نحيد وحده، غادي نديرها بطبوطه اللي كانت تسحروا بها، والما باقي غادي نخرج منه بطبيطات صغيورين. طريقه عاديه، غير قلت نتقاسم معكم هذه الطريقه، هذا فيديو حتى هي. صافي غادي نستمر هكا، غادي نقج الخبز ديالي، نقج هذوك البطيبيطات ونتلقى باش نوريكم الطريقه باش كنعمروا هذا البطبوط ديالنا. دابا هانتوما من بعد ما قجيت هذاك الخبز كله، راه هانتوما دغيا كيخمر، دغيا كيخمر هاد الحنت. ديجا الحراره عندي في المطبخ كوزينه صغيره وصافي. المهم هانتوما غادي نقرص شي شويه، غادي ناخذ الكميه المهمه ديال، انا كنعمرهم مزيان كيجيو عامرين. جوج تندير فيهم جوج معالق ديال الحشوه، وكندير شويه ديال الموتزاريلا في الوسط غير باش يعطينا هذاك ديك التعليكه ديال الفرماج. وصافي كنسد بطريقه عاديه سهله جدا. انا غادي نقاسم معكم هذه المرحله هذه بشويه، ومن بعد غادي نسرع الفيديو باش ما يجيكمش طويل. Thank you.
كما كتشوفوا معايا راه ما كيحتاجش يخمر مره اخرى، غير كنعمرهم. كنسخن المقله ديالي ديال البطبوط العاديه، تندير عافيه مهيله، غادي نقص مازال هاد الهافيه راه مجهده، وكنطيبهم في جوج الجوانب وكيتنفخوا بحال البطبوط العادي، كيتنفخوا كيجيو مهويين من الداخل وكيجيو زوينين. غنخليكم مع تتمه ديال الفيديو ونتلاقاو في الشكل النهائي. كنستمر بهذه الطريقه هذه. هنا راه ريان اللي كيصورني اليوم، انا درت لهم كونكور
صورتني لينا داك النهار دابا راه ريان اللي صور مزيان هو اللي غادي نخدمو معايا صافي اللي نجح في الستاج هو اللي غيخدم معايا. كنتمنى تقبلوا على الفيديوهات ديالي التصوير ديال الدراري صغار ما يمكنش ليا نصور بوحدي كما الاول كتهرس ليا لو تريبي ديالي ان شاء الله نشري واحد اخر ونوريكم وغادي ندير تصوير الكاليتي احسن من هذه. المهم هذا البطبوط ديالي كيفاش جا من الداخل كيجي زوين صراحة زوين ومعلك راه طايب طايب من الداخل مني كنطيبو فوق ديك العافية مهيلة راه كيكون طايب من الداخل وعمر بهذيك الحشوة اللي بغى يزيد الحرور يزيدو حنا مثلا انا مبقيتش كناكل الحرور. المهم الفيديو ديالي هو هذا كنتمنى يعجبكم وتقبلوا عليه وتجربوا هاد البطبيطات كيجيو زوينين في الفطور ولا حتى في السحور كيشبعوا. حنا هذا هو فطورنا ديال اليوم ما كنكثروش قوه الوصفات والوجبات وداكشي ما بقيناش كنديروا بزاف صبه ولا الحريره هاد البطبيطات هكذا كندير الا درت مازال غادي تزيد شويه ديال البريوات عادي اللي ماشي تقسموا معاكم كلشي الناس كيعرفوا يديروه. كنتمنى تكون عجبتكم الفيديو ديال اليوم تنقول لكم شكرا بزاف الفيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.